لعزمي. مساء الفل يا رايق. ايه انت فين؟ مش باين ليه؟ مش وقت يا رايق، بعدين نبقى نتكلم. المهم انا جاي اقريك على حوار، جاي اقريك على حوار قبل ما تحصل مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ الواد بتاع الشاي اللي في القسم وانا معدي لقيته ثبتني. خير يا ابني؟ في ايه؟ لقيته بيقول لي ابلغك ان هيثم باشا لعب الدنيئه يا رايق وحبس العيال وهيلبسهم قضيه. انت متاكد من الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده يا رايق. وانا يا صاحبي جيت ارسيك على الدوره عشان تشوف هتعمل ايه. بالاذن يا رايق. رخصك. رخصي؟ معلش يا باشا لا مؤاخذة، معيش رخص. معكش رخص؟ اه. ايه؟ انا اسف معلش. طيب اركن لي بقى حضرتك وانزل. طب معلش بس استاذن حضرتك قبل ما اركن وانزل على جنب، هسألك سؤال بس. اه. هو حضرتك كنت جايب كام في الثانوية العامة؟ ايه؟ 50% مش كده؟ يعني فاشل. لا مؤاخذة يا باشا، انا ما بنزلش لحد فاشل من العربية ولو جدع حصلني. بتقول ايه يا اوعى تقولي انك لسه ما رجعتش. انت بتهزر؟ ليه انت طيارتك الساعة كام؟ اوكي. طب بقول لك ايه؟ انت وحشتني قوي. لا بجد انت وحشتني. هاجي اخدك من المطار ونروح مع بعض. اوكي روحي. يلا. باي. يوسف، يوسف تحت امرك. بقول لك ايه، انا كنت طلبت منك جرد بالمعروض واللي في المخزن. هو فين؟ ما قدام حضرتك اهو في الورق. اه ده. طب فين شغل الذهب والخشب والحجر؟ حضرتك فاهمه يعني طبعا ان السوق اليومين دول واقف وما بيتباعش منه غير حته الازاز، والحاجات التانيه دي يمكن يتباع منها حته ولا حتتين بالكتير. بص بقى يا يوسف، من هنا ورايح لما اطلب منك حاجه حتى لو ما تبعدش منها حته واحده تحضرها لي وتجيبها لي. ممكن؟ اللي تشوفيه حضرتك. اديني مفتاح المخزن وانا هعمل لك جرد تاني. الو، اي امزي.